الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. Jadi insyaAllah seperti biasa setiap malam Jumaat kita akan baca surah Yasin, dan moga-moga dengan keberkatan surah Yasin dan malam Jumaat ini dan keberkatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT angkat balik wabak penyakit COVID-19 daripada diri kita dan keluarga kita dan khususnya negara kita Malaysia dan umumnya negara seluruh umat Islam insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli washabati wal qurabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم، وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف والأسماء التامات، وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات، وبخفي نطفك المفرج عن كل مهموم، المخلص لكل مديون، يا مجري البحار والعيون، يا من خزائنه بين الكاف والنون، وعلم بما كان قبل أن يكون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب. يا الله sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, maka ampunkanlah kami dan rahmatilah kami. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kejahilan kami dan ketelanjuran kami dalam segala urusan kami. Semuanya itu adalah berpunca daripada kelemahan kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, ampunilah apa yang terdahulu kami telah lakukan, ampunilah apa yang terkemudian kami laksanakan, dan ampunilah apa-apa yang kami kerjakan secara sembunyi atau secara terang-terangan. Sesungguhnya engkau lah yang lebih mengetahui keadaan diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang yang beriman. Janganlah engkau titipkan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada segala kejahatan yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi.
daripada kejahatan yang keluar dari bumi dan daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah ya Tuhan kami, hilangkanlah segala kesengsaraan kami, sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu. Allahumma ya Sattar ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pelindung kami daripada ujian yang berat, kesengsaraan yang bersangatan dan takdir yang buruk. Oleh itu ya Allah, kami berlindung diri dengan Zat-Mu, kemuliaan-Mu, dan kami berpegang dengan perintah dan kerajaan-Mu yang Maha Besar. Dan kami menyerah diri kepada-Mu Zat selama-lamanya. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19, kesulitannya, kejahatannya, serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi, khususnya di negeri kami ini dan kesemua negara di seluruh dunia ini. Amnya ya Allah. Tuhan yang Maha Lemah Lembut, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kesejahteraan dalam segala urusan agama, ahli keluarga dan harta kami. Ya Allah, tutupkanlah aib kami dan berikanlah ketenteraman di hati kami. Ya Allah, peliharalah kami dari arah hadapan, belakang, kanan, kiri dan atas dan atas dan bawah. Allahumma ya dalam jalal wal ikram, ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada musnahnya nikmat-Mu kepada kami, daripada berubahnya ketenteraman dari-Mu, daripada mengejutnya siksaan-Mu dan daripada segala kemurkaan-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan pada badan dan panca indera kami. Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng pelindung urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat yang menjadi tempat kembalinya kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai kerehatan kami daripada segala punca kejahatan. Allahumma ya dzal jud wal imtinan. Ya Allah, berilah kekuatan dan kecakalan kepada kumpulan petugas barisan hadapan kami dalam menghadapi dan mengharungi waktu yang sangat getir membendung COVID-19. Sesungguhnya mereka, para doktor, jururawat, polis, askar dan semua yang terlibat telah berkorban tenaga, masa dan perasaan dengan penuh ikhlas dan tekun. Maka terimalah ya Allah, terimalah ya Allah semua itu sebagai amal soleh di sisi-Mu. Ya Allah, kurniakanlah mereka kesabaran dan kesihatan yang berpanjangan, dan permudahkanlah urusan mereka di dunia dan akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqamatik wa jami'i sakhatik. Hasbuna Rabbu minal marbubin, hasbuna al-khaliqu minal makhluqin, hasbuna ar-raziqu minal marzuqin, حسبنا الساتر من المستورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا القاهر من المقهورين، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله من جميع الخلق. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والله منكم.